مرحبا، اليوم عندي ضيوف جايين آخر لحظة، فمع الأكل الأساسي بدي أعملهم حلو. فدايما في هذول الأوقات بكون عندي أشياء دايما في الثلاجة. في عندي عجينة الشورت كراست، ودايما بكون عندي توت مشكل بالفريزر. فالحلو الحامل اليوم هي فطيرة التوت المشكل. فتعالوا يلا نبلش. أول شيء حتبلش مع العجينة. فهذا عجينة الشورت كراست تلقوها بالسوبر ماركت بالفريزر. فأول شيء لازم أعمله إنه آخذ شوية دقيق وأحطه على الخشب، وباخذ شوي كمان إنه أدهن هاي القطعة. أوكي، فهيك هأدهن الدقيق على الطرفين وأبلش شغله. بلفها شوي. حلاوة الشورت كاس بيستري انه يعني لهاي الوصفة بدي اعمل التوت المخلط، بس فيكي كمان لو عندك تفاح في البيت او لو عندكم فراولة او اي فاكهة بالثلاجة او البراد فيكم تستخدموها، ويعني تعملوا نفس الأشياء الحاملة لها الوصفة بس بدال التوت. هلا باخذ الشورت كاست العجينة هيك، بجيب صينيتي وحجيب سكينة وأقطع أطرافها. هلا هبلش أحضر حشوة الفطر. فعندي هون توت مشكل، فيكن كمان تستخدموا التوت الطازة، بس لهي المناسبات لآخر لحظة بخليها عندي يكون دايما توت مفرز انه اقدر استخدمه اي وقت ما بدي. وعندي حوالي 3 معلقة كبيرة من السكر الغامق، حخلطه هون. وبدي حوالي 3 معلقة كبيرة من الدقيق، انا بحط هالدقيق بقلب الخلطة على اساس لما بتطبخ بالفرن انه تسمك الصوص. واخر شي حضيف له هي القرفة، هحط حوالي معلقة صغيرة من القرفة. هلا هخلط كل الاغراض المكونات مع بعض. ما حاط كثير سكر على اساس انه يكون فيها شويه حموضه التوت طالع وانه يكون شويه حلو. وبعدين لما اطبخ الفطر لما اطلعها بزيد عليها يا اما كاسترد او ايس كريم. فهلا بحط كله هون، وهلا حطبخها لحوالي 45 دقيقه في درجه حراره 200. اظن خلص جهزت فطيرتي، فحطلعها من الفرن. وهزيد شوية سكر ناعم للتزيين.
وهيك خلصت فطيرتي. فعندي شوية كاسترد وممكن تاكلوها كمان بالآيس كريم لو بدكم. إن شاء الله عجبكم هاي الوصفة وإن شاء الله ضيوفكم ينبسطوا مع هالحلو اللي إحنا بنحبه كمان في هذا المطبخ. مع السلامة.